بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 55 بعد 150. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء، مع أسئلتكم واستفساراتكم الذي بعثتموها. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بسؤال للأخ حامد سوداني مقيم بالرياض، يقول في سورة آل عمران في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى هذه الآية وما معنى المتشابه في القرآن الكريم؟ هل هو المختلف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى وصف كتابه كله بأنه متشابه في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والشمول وحسن السياق واللفظ والإعجاز، فهو متشابه كله من هذا الوجه. وصف كتابه كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته ومفصلة، بمعنى أنه متقن، كله متقن، لا يتطرق إليه شك أو خلل، كما قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فكله محكم بهذا الاعتبار. ووصف كتابه بأن منه ما هو متشابه ومنه ما هو محكم، كما في هذه الآية، وهي قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله تعالى: الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ذكر موقفين: موقف أهل الزيغ هو الانحراف من المحكم والمتشابه، أو أنهم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم ابتغاء الفتنة، كفعل الخوارج وغيرهم الذين أخذوا طرفا من الأدلة واستدلوا به وقطعوه عن الآيات المحكمة التي تبينه وتفصله تدل عليه، عن السنة النبوية التي تفسر القرآن. هذه طريقة أهل الزيغ، نجل أن يقول: نحن نستدل بالقرآن، وهم كاذبون، لم يستدلوا بالقرآن وإنما استدلوا بالمتشابه الذي لا يستقل بنفسه، لابد من ضمه إلى غيره. المتشابه هو الذي لا يستقل بنفسه ببيان المراد، إنما يحتاج إلى غيره مما يفسره ويوضحه، وهو الآيات المحكمات. أما الموقف الثاني وهو موقف الراسخين في العلم أهل الإيمان، فإنهم يقولون: كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، فيردون المتشابه إلى المحكم، ويفسرون القرآن بالقرآن وبالسنة النبوية وبما قال به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعون، فهم لا يذكرون النصوص ويأخذون بعضها ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وإنما يصلون النصوص بعضها ببعض، فيردون المطلق إلى المقيد والمجمل إلى المبين والعام إلى الخاص والناسخ والمنسوخ إلى الناسخ. وهذه منزلة ومرتبة لا يدركها إلا من اتصف بالصفتين: الصفة الأولى الإيمان وإرادة الحق، الصفة الثانية بيان تفسير القرآن والوقوف على حقيقته، أولا العلم الراسخ وثانيا الإيمان الصادق. فمن اتصف بهاتين الصفتين فإنه يكون من الراسخين في العلم، الذين يفسرون كلام الله بعضه ببعض، ويفسرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، ويردون القرآن إلى السنة والسنة إلى القرآن، لأنهما لا يختلفان أبدا على أهل العلم، وإنما يختلفان على أحد طريقين: إما أهل جهل وإما أهل ضلال وزيغ والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل سليمان يقول: فضيلة الشيخ صالح الفوزان سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال، وهو أنني أمتلك قطعة أرض مساحتها 900 متر مربع، اشتريتها بالتقسيط قبل 4 سنوات بمبلغ 65,000 ريال، سددت كامل المبلغ بعد 4 سنوات، ومن هذا التاريخ لم أدفع أي زكاة عنها، علما بأن هذه الأرض زائدة عن حاجتي ولله الحمد، وهي تساوي حاليا مبلغ ما يقارب من 200,000 ريال الآن، ولم يكن في نيتي الاتجار بها، وإنما كانت نيتي الاستفادة منها بعملها استراحة مثلا أو بيعها في حالة الحاجة إلى مبلغ. والسؤال يا شيخ صالح، هل علي زكاة في السنوات التي مضت وفي المدة المتبقية عندي؟ أرجو أن تفتوني في ذلك لإبراء ذمتي. الأرض كغيرها من السلع، إن أردت بها المتاجرة والبيع فإنها من عروض التجارة، إذا تم الحول على قيمتها التي اشتريتها بها فإنك تقومها بما تساوي عند رأس حولها وتزكي القيمة، يعني تخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها حين ذاك، لأنها من عروض التجارة. أما إذا كنت لم تجزم على بيعها وإنما تريدها للاستثمار أو للارتفاق بها استراحة أو نحوها، أو تقول إن احتجت بعتها وإلا ما احتجت تركتها، أنت متردد حينئذ، ليس فيها زكاة في هذه الحالة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل سامي، مصري ومقيم بالخارج، يقول: شيخ، أيهما أولى، الإسلام أو الإيمان؟ وما تعريف الإيمان والإسلام؟ وما معنى الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا؟ الإسلام والإيمان بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا توضيح للإسلام بأنه الأعمال الظاهرة، والإيمان بأنه الأعمال الباطنة، ولا بد من اجتماع الأمرين، فتكون مسلما مؤمنا ظاهرا وباطنا. أما من أسلم في الظاهر ولم يؤمن في الباطن فهذا منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. فمن أسلم بلسانه دون قلبه فهذا منافق، حتى لو صلى وصام وفعل الأفعال وأدى أركان الإسلام، ما دام أنه لم يؤمن لم يأتي بأركان الإيمان الستة في قلبه فإنه يعتبر منافقا. وكذلك من اعترف بالإسلام في قلبه ولم ينطق بلسانه ولم يستسلم بجوارحه ولم يأتي بالعبادات هذا كافر وليس بمؤمن. إن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون في قلوبهم أنه على حق وأن ما جاء به هو الدين الصحيح. قال تعالى: نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون إنهم لا يكذبونك لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة رأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو يعترف في قلبه أن محمد على حق وأن دينه هو الصحيح، لكن منعه من الاتباع الحرص على سمعة قومه وخشية الملامة والمسبة على دين قومه، هذا الذي منعه، ولم يكن بذلك مسلما ولا مؤمنا، كان من أهل النار كما صح في الحديث أنه من أهل النار والعياذ بالله. فلا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، فإن وجد الإسلام بدون إيمان فهذا هو النفاق، وإن وجد الإيمان في القلب دون الإسلام فهذا هو الكفر، لا بد من اجتماع الأمرين. وأما قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، معناه أن هؤلاء دخلوا في الإسلام من أول وهلة وادعوا منزلة لم يصلوا إليها، قالوا آمنا. الله جل وعلا يقول: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالله جل وعلا أنكر عليه إن تزكيتهم لأنفسهم لأنهم ادعوا مرتبة لم يصلوا إليها، ولكنه أخبر أنهم سيصلون إليه. قال تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، فهذا في المستقبل أن الإيمان سيتمكن من قلوبهم، لأن الإيمان يتفاوت يزيد وينقص ويكمل وينقص، الإيمان يزيد وينقص ويكون كاملا ويكون ناقصا، فهم ادعوا الكمال قبل أن يصلوا إليه، لذلك أنكر الله عليهم ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. أم أحمد أرسلت هذا السؤال تقول: إلى فضيلة الشيخ، زوجي لم يصم شهر رمضان بسبب مرضه ثم توفي
يوم 9/11/1425، مع أنه لم يشفى بعد في رمضان، فهل عليه كفارة وما هي؟ إذا كان ترك الصيام من أجل المرض الذي لا يمكنه من الصيام ومات في هذا المرض لم يتمكن من القضاء فليس عليه شيء. تقول بأنها ساكنة في عمارة عند أهلها ومقابلها لعمارة أهلها، تقول هل يجوز لي أن أخرج إلى أهلي وأنا في العدة، مع العلم بأن العمارتين يضمهما سور واحد ومدخل واحد وجميع سكان جميع السكان محارم لها؟ ماذا سبيل ذلك ما دام بهذه الصفة، وأن البنايات أو المساكن يحيط بها سور واحد وكل من فيها محارم لها فهي بمنزلة البيت الواحد، ولكن كل ما بقي في سكنها هو أفضل له. أم عبد الله تقول فضيلة الشيخ، يقال بأن هناك ساعة من يوم الجمعة مستجابة الدعاء، متى تكون هذه الساعة؟ وهل أدعو بدون أن أصلي؟ نعم، يوم الجمعة صح في الحديث أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وقائم يصلي إلا استجاب له أو أعطاه ما يسأل، فهي ساعة ثابتة في هذا اليوم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين في أي وقت من هذا اليوم، من أجل أن المسلم يجتهد في جميع يوم الجمعة من أوله إلى آخر، يكون قد أدرك الساعة وأتى بزيادة عليها في بقية اليوم من الأعمال الصالحة. أما تحديد الساعة فلم يثبت فيه دليل، والعلماء اجتهدوا في تحديدها على أقوال كثيرة، أقربها أولان، أولى الأول أنها من حين يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة صلاة الجمعة، والقول الثاني وهو رأي الإمام أحمد رحمه الله أنها في آخر ساعة يوم الجمعة وبين غروب الشمس، ومعنى وهو قائم يصلي على هذا أن يدعو، لأن الصلاة لأن الدعاء يسمى صلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، زوجتي أنجبت ولد ولم أحلق له بعد مولدي بسبعة أيام.